هن 96 امرأة من بينهن 29 من خريجات التعليم العالي يمثلن النواة الأولى للمجمع التنموي النسائي النموذجي حرير المنصورة التي أعلنت وزارة المرأة عن بدء نشاطه اليوم في إطار سياسة التمكين الاقتصادي للمرأة ليكون فضاء نموذجيا قادرا على إسناد المنتفعات منه وتمكينهن من النفاذ إلى السوق. أردناه نموذجيا من حيث الفضاء، أردناه نموذجيا من حيث أدوات العمل، يعني التجهيزات تقدر باعتمادات 400,000 دينار. أردنا توفير أدوات العمل كي نضمن الإنتاجية. المجمع في الحقيقة هو فيه طبقين، الطبق الأول هو للمنتجات الفلاحية ذات المنشأ والتي تعتمد على سلاسل القيمة، أيضا فيه نقطة بيع. الطابق العلوي كما ترون هو خاص بالصناعات التقليدية الحديثة. مجمع تنموي نسائي جديد ينضاف إلى قائمة تضم 31 مركزا تنمويا تجمع نحو 1,000 منخرطة، ويتميز بتوفير التكوين ووسائل الإنتاج وفرص التسويق لمنتجات المنخرطين فيه. ما متعلمة شوية، لكن حبيت نزيد ناخو فكرة أكثر، فهمتني؟ حبيت نتكون أكثر. خرطة في المجمع بتبيعتي، واستغليت الفرصة متاع المجمع اللي اليوم صار التدشين متاعو، وجبت باش نعرض المنتوجات متاعي وباش نتعرف وإن شاء الله هتكون بادرة خير. أنا تكوين، أنا تأهيل، تأطير، باش نحاولوا إن أي امرأة اللي كانت تلقى صعوبات في دارها تولي كي تجي للمجمع تلقى ماكينات اللي هي ما تنجمش تشريهم وحدها، وزارة المرأة وفروهم لنا باش نخدموا عليهم. يعني أنت باش تسهل قدامك كل شيء، كي تبدا تحب تخدم كي تجي للمجمع تخدم، بما أنه قبل أنت كي تبدا تحب تخدم ما تنجمش خاطر عندك مثلا نواقص في حاجات معينة. أنت هوني باش تلقى الماتيغ بريمير، باش تلقى الماكينات، باش تلقى اللوكال، وباش تلقى شكون يسوق لك منتوجك. يعني المطلوب من نساء المنطقة العمل فقط. ولضمان نجاح هذه التجربة النموذجية أكدت الوزارة تواصل دعمها وإسنادها لهذا المولود الجديد خلال الأشهر القادمة. وفرنا مواد أولية لهذا المجمع تمكنه من الإنتاج على امتداد 6 أشهر، وبعد أن يشتد عود هذا المجمع سوف نرافقه في النفاذ إلى المساحات الكبرى باعتبار مذكرة التفاهم مع غرفة المساحات الكبرى. نراهن على التمكين الاقتصادي عبر آليات متنوعة، وهذا المجمع هو متنفس لنساء وفتيات عمادة المنصورة. وينتظر أن يساهم المجمع التنموي النسائي حرير المنصورة ينتظر أن يساهم في التقليص من نسبة البطالة في الجهة وتيسير مرور المنتفعات منه من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم عبر دعم مشاريعهن وجعلها جزءا من الحركية الاقتصادية في الجهة.